مرحبا يا حلوين، إن شاء الله تكونوا بخير. وياكم السيسترة محمد، معلمة الرياضيات من مجموعة مدارس جوهرة العلم. موضوعنا لهذا اليوم مقارنة الكسور وترتيبها. اليوم راح ناخذ جزء من الموضوع اللي هو مقارنة الكسور. شنو يعني مقارنة الكسور؟ شلون أقارنها؟ أقارن بين الكسور باستعمال علامة الأكبر أو الأصغر أو اليساوي. شلون مشينا نعرف تمساح الأعداد؟ اللي هو تمساح دائما يأكل عندي العدد الكبير، لكن هنا الفرق عندي مو عدد، هنا عندي كسر، يقول قارني بين هالكسرين. أجي أشوف من الأكبر من الأصغر، الجزء نخليه يساوي. عندنا ملاحظة مهمة، يجب أن تكون المقامات متساوية لنقارن بين البسوط. نبدأ بالمثال الأول، قارن بين الكسور التالية. قارن شنو من الأكبر أو الأصغر أو اليساوي. دائما عندنا نروح للمقامات، هذا المقام متساوي ويا هذا المقام، 8 يساوي 8. اي نعم، متساويات. ما دام المقامات متساويات، اجي ارجع البسط اقارن بين البسطين، الخمسة او الاثنين اكبر من الاكبر، الخمسة اذا تمسحش حياكل، حياكل الكبير اللي هو 5/8. اذا صار عندي 5/8 اكبر من 2/8. ثانيا 3/7 و2/14. اروح للمقام، هنا عندي 14 وهنا 7، من المستويات. ملاحظة مهمة، الكسور الكبيرة دائما اصغرها بالقسمة، بينما الكسور الصغيرة دائما اكبرها بالضرب. شلون؟ هنا من عندي الاكبر 14 او 7؟ 14. عندي 14، اريد ايش اسوي؟ اريد اسوي نفس هذا، يعني 14 اريد احوله الى 7. شلون احوله؟ يعني عندي اضاره، من اضاره شنو اضاره؟ بالقسمه. 14 اقسمها على ايش قد يطلع الناتج؟ 7. يعني السهوله، 7 في ايش قد يصير 14؟ 7 في 2، يعني اقسمها تقسيم 2. البسط 2 يقبل القسمة كذلك على 2 بدون باقي؟ يقبل. اذا راح اقسم البسط والمقام تقسيم 2. ايش طلع عندي الكسر الجديد؟ طلع عندي 1/7. شلون ما اخذنا بمحاضراتنا السابقة بالكسور المتكافئة؟ شلون كنا نستخرج كسر متكافئ؟ نفس الطريقة، هسه أنا بالكسر هذا الجديد اللي هو 1/7 صار مساوي، المقامات تساون، صار هنا 7 وهنا عندي 7، ودام تساون المقامات أجي أقارن بين الوسطين، أنسى الوسط الموجود عندي القديم، أروح بس على الوسط الجديد، أنسى أعتبر ماكو، أروح بس على الجديد أقارن بيناتهم. 7 و7 سويناها احنا اكيد. اجي من الاكبر، 1 و3، يعني تمساح حياكل، شو اكيد حياكل العدد الكبير اللي هو 3. اذا 3/7 اكبر من 1/7، اذا 3/7 اكبر من 2/14. ثالثا 3/4 6/12. اجي على المقام، هنا عندي 4 وهنا عندي 12، من المستويات لازم اساويهم. دائما البداية اروح على الكبير، الكبير من هو ال 12. شلون احول الى 4؟ بما احنا الكبير نحوله بالقسمة، يعني 12 تقسيم ايش قد يطلع الناتج؟ 4. 12 اقسم تقسيم 3، يعني 12 تقسيم 3 ايش حيكون؟ 4. اجي على فوق على البسط، اشوف البسط يقبل القسمة على 3 بدون باقي، 6 تقبل القسمة على 3 بدون باقي، تقبل تقسيم 3.
هسه اجي اقارن، انسى القديم، عندي هسه النقاط تساوي 4 و4، من الاكبر 3 و2، 3. اذا التمساح حياكل عندي العدد الكبير اللي هو 3. اذا 3 على 4 اكبر من 2 على 4، اذا 3 على 4 اكبر من 6 على 12. رابعا 4 على 10 و9 على 10، هذول المقامات، هنا عندي 10 هنا عندي 10، هنا بطنها كلها سهل، المقامات متساوية. قبل اروح اصعد البسط اقارن بيناتهم، من الاكبر 4 للـ9، 9. اذا التمساح ايش حياكل عندي؟ 9. اذا 4 على 10 اصغر من 9 على 10. خامسا 2 على 3 و5 على 6، المقامات 3 هنا عندي 6. لما اروح بالبداية للكبير اللي هو 6، ايش قد اقسمه حتى يطلع عندي 3؟ اقسمه على 2، تقسيم 2 شنو اسوي؟ اصعد البسط، اشوف البسط هل يقبل القسمة على 2 بدون باقي؟ الخمسة يقبل القسمة على 2 بدون باقي؟ لا ما يقبل. بهالحالة عندي حالة الكسور المتكافئة، ما راح يتطبق عليه القسمة. شو نسوي بهاي الحالة؟ مو نفس الكسور المتكافئة اجي نفس الأضرب، ولا اترك الكبير امسح القسمة ارجع للصغير. انا قلت الكبير اصغر بالقسمة، الصغير اكبر بالضرب، اجي الصغير اللي هو 3، 3 في جد اضرب ويطلع عندي 6، في 2. اذا شو راح اسوي؟ هنا كذلك كلش اضربه في 2، استخرج كسر جديد 2 في 2 4 و3 في 2 6. هسه المقامات عندي تساوي هنا 6 وهنا 6، من الاكبر عندي 4 على 5 5. إذا الناتج 2 على 3 أصغر من 5 على 6، وهذا الفرق عن بقية الأمثلة. إذا هنا أنا رحت الكبير قسمته، ما قبل يتقسم الاثنين على نفس العدد، إيش سويت؟ تركت القسمة، اتجهت للضرب، ضربته واستخرجت مقام متساوي وقارنت بين البسط. وإلى هنا ننهي الجزء الأول من محاضرتنا لهذا اليوم. أتمنى استفاديتم من المحاضرة، وألتقي وياكم في محاضرة قادمة. مع السلامة.